تمسكوا بهذا المنهج العظيم تطبيق علما وعملا وتطبيقا والتزاما ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذا المنهج الولاء والبراء في الله تبارك وتعالى. الولاء والبراء في الله، توالي المؤمنين الصادقين المخلصين المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، وتحبهم وتذب عنهم وعن أعراضهم، يدفع عنهم شر وغوائل الكافرين المشركين وأهل الضلال المنحرفين، لأنهم كلهم يستهدفون هذا المنهج السلفي وأهله. هذه الطوائف كلها من كفارها، من يهودها، من نصارها، من المبتدعين، من الروافض، من الخوارج، من المعتزلة، من الصوفية، من الأحزاب، كلهم يحاربون هذا المنهج وأهله. فعليكم أن بمنهج الولاء والبراء توالون من التزم بكتاب الله وسنة رسول الله، وتتبرؤون ممن خالف هذا المنهج وحاربه.